كان المأمون له مجلس نظر يجمع فيه أهل العلم من أخلاط الناس وأشتاتهم وينظر إلى عقولهم، وكان المأمون رغم ما فيه عاقلا، فنظر إلى رجل فوجده حسن السمت والمنطق. واسمع لهذا، فلما خف المجلس قربه المأمون ونظر إليه وقال: إسرائيلي يعني يهودي؟ فقال الرجل له: نعم. فقال: أسلم ترى مني الخير، لما رأى عليه من فضل في سمت وهيئة. فانطلق الرجل وقال: أفعل إن شاء الله أو منه بشيء. ثم انطلق على وجهه وعاد بعد عام كامل، لكنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به، عاد وعليه النسك. تأمل. فنظر إليه المأمون وقال: ألست الذي قد أتيتنا العام الفائت؟ قال له: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أسلمت؟ قال: أسلمت. قال: كيف؟ فاسمع إلى ما قال الرجل. قال: عمدت إلى نسخ من التوراة وأنا رجل حسن الخط، فنسخت 3 نسخ بيميني، ثم أتيت إلى الرهبان فأردت بيعها فاشتراها هؤلاء مني بعد أن زدت فيها ونقصت، حرفت فيها. ثم أتيت إلى الإنجيل فصنعت منه 3 نسخ زدت فيها ونقصت. ثم أتيت إلى البيعة فبعتها إلى الرهبان فقبلوها مني ولم يكتشفوا من فيها من نقص وزيادة. قال: ثم عمدت إلى القرآن، إلى القرآن، فنسخت منه 3 نسخ بيميني زدت فيها ونقصت. ثم أتيت إلى الوراقين، أي الذين يكتبون القرآن وينسخونه بدلا من مطابع اليوم. قال: فأتيت إلى الوراقين فلما نظروا إليها وقلبوها ألقوا بها ورموها وقالوا: بها نقص وزيادة. فعلمت أنه كتاب محفوظ. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلو.